مستر فايلر ده انا اول ما جيت طبعا قلت بقى ما بحبش اقيس، انا عشان شغال في التطوير ده من زمانه فعارف وعلاقاتي كلها، كيفيه انشاء مدرب، كيفيه ترخيص مدرب، ازاي ادي البرو لايسنس وازاي ادي الاي لايسنس. فالمدربين بتابعهم، ما اقدرش اقول لمدرب بعد 3 4 مسات اقعد بقى اهلل واعمل، فديته فرصه كافيه على اني انا اتابعه عشان اشوفه بيشتغل ازاي هو ماشي على نفس السيستم والطريقه اللي ماشي بيها هيدوكوتي. ليه؟ فعلا. ليه؟ هيدوكوتي كان في التمرين لو لقاني كويس يلعبني، ما لقانيش كويس ما بيلعبنيش، يلاقي محسن صالح كويس يلعبه، ما لقوش كويس ما يلعبوش. انا بكلمك بجد، يقول لك ده في التدريب ما كانش كذا كذا، فهو ده فايلر بياخد برضه من التدريب جزء كبير جدا من اشراك اللاعب، حتى لو ما بداش بيه بيشتركوا في الشوط الثاني. دي نقطه مهمه، معناها كل لعيب بيجتهد في التدريب بيديله فرصه. الحاجه الثانيه انه هادي جدا وانه مش انفعالي. المدرب مش انفعالي ده برضه مهم جدا، لما انا اجي اقيمه لازم اكون اعرف يعني كيفيه انفعاله وكيفيه طريقه ادارته للمباريات. متابعته برضه في كيفيه انه بيحاول انه يغير في مراكز بعض اللاعبين، بس بيرجع برضه اذا لقى في حاجه مش مظبوطه بيصلحها على طول، لا يستعيبها يعني، ولا يقول انا غلطت، لا بيصلحها. مش مشكله يعني. ما عنديش مشكله. كل الامور دي بعد 10 11 مباراه قلت بقى هذا المدرب مدرب حقيقه جيد جدا، ممكن اذا استمر بهذا الشكل هيكون يعني هيكون من المدربين اللي هيحاول النادي الاهلي نتائج كويسه. اتمنى مثلا اللعيبه تساعده انها الاصابات اللي موجوده ديت، لانه بامانه موضوع الاصابات ده مشكل له مشكله كبيره جدا، فاتمنى انه يستمر بهذا الشكل. والفرقه هي فيها بعض المشاكل الصغيره، زي ايه مثلا؟ وسط الملعب السوليه ما شاء الله ماشي كويسه، تمام، افرض اصيب السوليه ده، ما عندنا مشكله بقى، واتمنى انه طبعا ما يحصلش اي اصابات. في بقى مين البدائل اللي موجوده؟ لانه انت عندك برضه حسين الشحات دلوقتي بيلعب مجدي قفشه شويه. ما هو مجدي قفشه اللي هي موجود، مجدي قفشه موجود والسوليه بيلعبوا مع بعض، وبعدين اليو دلوقتي موجود مصاب، ومعرفش لو حصل رجع خلاص يعني. حضرتك بتتكلم في حاله لو لا قدر الله. انا كده عايز اشوف بس بلان ايه وبي، لازم يعني يكون في قطاع الناشئين بعض اللاعبين اللي لازم تكون عينك عليهم في سبيل انك انت تحاول تدفع بيهم، ودي نقطة مهمة جدا. أتمنى منه إن هو يعني لازم يكون عنده بدائل موجودة نتيجة هذه الإصابات الكتير، عشان استمرار لسه الدوري طويل ولسه بطولة أفريقيا موجودة. طبعا اللعيبة اللي هي الناشئين مش هيقدروا يشتركوا في بطولة أفريقيا عشان مقيدين، لكن الدوري المحلي ممكن يخليه يريح، خصوصا إنه فارق بنقاط بعدد من النقاط. أتمنى إنه يستعين بهذا الأمر. هل عندنا في قطاع الناشئين كابتن فتحي مبروك يقدر يمده ببعض الأسماء المهمة؟ ودي حتة مهمة جدا، أنا بتمنى إنه يكون عنده باك أب من الحياة من قطاع الناشئين. قطاع الناشئين دي حته مهمه. هل قطاع الناشئين قادر على فرز لعيبه جيده؟ دي برضو يعني برضو مهمه جدا ان يكون موجود. دي الحاجات الوحيده يا كابتن اسلام هي من خلال انه يوفرها قدامه هتريحه جدا، هتريحه. لانه مع النجوم دي ممكن تحط ناشئ يعلى معاهم يعني. بالظبط كده. طيب كابتن شطه، اخيرا مباراتين قادمتين امام النجم الساحلي وامام الهلال السوداني.